عندها نجاحات كبيرة وسمعة طيبة جدا. اليوم باش نحكيو على شركة اسمها انتربريز فلويد اللي معنا سي سالم الكلاعي صاحب الشركة وموجود في عبر الهاتف مباشرة من الكوت ديفوار، شركة تونسية رائدة في مجال التبريد والتسخين. مرحبا بك سي سالم. شنو احوالك يا سيدي؟ الحمد لله عايش شوي فضلك. ربي فضلك. قداش الوقت عندكم في الكوت ديفوار توا؟ عندنا الاربعه غير اربعه. لا، الاربعه غير اربعه. احنا عندنا الخمسه غير اربعه. الاربعه غير اربعه. يا سيدي مرحبا، قبلنا بساعه انتوما نورتنا بحضورك. في كل اسبوع نحب نسلط الضوء على كفاءاتنا وشركاتنا التونسيه المنتصبه خارج حدود الوطن. ساعه خلينا شركتكم من وقتاش انستالي في الكوت ديفوار، كيفاش مشيت علاش اخترت وانو تمشي الى افريقيا جنوب الصحراء سي سالم؟ صراحه المستقبل كله فريق. يفضلك لو كان تعمل مزيه بعد اذنك يا سي سالم، لو كان تحكي معي باللو بارلور حط التليفون قرب التليفون بربي، لانه صوتك قاعد يهرب عليا شوي سي سالم. هكا نسمع فيك، هكا خير شوي. تفضل سيدي. اخترت فريق الخدمه موجوده وفيش انا اشوف المغاربه واشوف اللبنانيين وشوف كل موجوده هنا كل الجنسيات شويه شويه. وقتاش مشيت لافريقيا؟ انا عندي عام ونص. معناتها ما عندك هنا وين مشيت؟ اي عندي عام ونص، عندي عام ونص والحمد لله شركه ناجحه ونخدم الحمد لله. باهي برشا، هذا طيب. سي سالم حبيت نسال هوني على السمعه، سمعه الشركات التونسيه في الكوت ديفوار. احنا سمعه عندنا من اعز احسن الكفاءات التونسيه اللي موجوده في افريقيا وتنجم تقول حتى في كامل افريقيا. يعني ما كانتش شركه تونسيه ماهيش ناجحه. صعيب صعيب بصراحه، انا من اقوى الكفاءات في في افريقيا. ما نعرفش انا علاش من تونس ما تخدمش مع افريقيا، الشركات ما تجيش تخدم هنا وتخدم خدامه وتقول كبطاله وسهلات. اخويا خدمه هنا موجوده الخدمه. أنا اليوم تقول أنه تونس لازم تقاطها، تحكي حتى على رجال الأعمال أو المستثمرين التوانسة اللي زادة ينجموا بالطاقات الشبابية التونسية بالكفاءات من خريجي الجامعات ولا مراكز التكوين ينجموا اليوم يلقاو مرشي كبير في إفريقيا جنوب الصحراء اللي هي احنا بعد عليه برشا. ما فما اللي يقول لك مثلا خاف لانه نعمل بروجي صغير ونروح غاديك ونجم ناكل فيه كبوت، وكل عقلية هذيك مش صحيح هذا. لا شو انسان يخدم، انسان كوريكت يخدم على روحه ويخدم قدر غير ينجح. ما عندوش مع الكفاءات مثيرة بصراحة، من عزل ما عندنا من احسن كفاءات في كل المجال. كيفاش يتعاملوا معاكم مثلا توا الهياكل غاديكا او الاصحاب مثلا المشاريع اللي تخدموا معاهم الغاديكا، من كيفاش يتعاملوا معاكم؟ هل صدقني مسهلين كل شيء، مسهلين علينا كل شيء. مش تاخذ ورقه تاخذها سهله، ما عندكش مشكل. مش تمشي الشيخ كل شيء تاخذ يعني الكارت سيجور نتاعكم عادي تاخذوها غادي، معناها دوبا توصل غاديك عادي ناخذوها ما عندنا حتى مشكل. احنا على خاطر في تونس ماك تعرف احنا اللي مش خمس سنين. احنا في تونس مو ريقك يشيحوا لك باش ياخذ كارت سيجور هنا كي باش يجي. لا احنا عندنا اخويا عندنا شهرين تصب اوراقك، شهرين يجيك الكارت يكلموك تمشي كارتك سيجور سانكو. احكي لي على شويه على مجالكم، فيش قاعدين تخدموا غاديكا؟ شركتكم فيش قاعده تخدم مع شكون؟ قاعده تخدم هل تخدم مع مؤسسات من الكوت ديفوار ولا تخدم مع مؤسسات تونسيه؟ انا نخدم مع مؤسسات من الكوت ديفوار، نخدم مع مؤسسات لبنانيين، نخدم مع مؤسسات اتراك في مجال التسخين والتبريد هكا. انا تسكي كلمه الشو بلومبري بيسين يا انصلاسيون اليمونتير توسكي او مينيرال حليب معامل زي دومين. واللي تخدم معناتها الفريق نتاعك، الفريق التقني نتاعك هما الكل توانسه ولا تخدم مع جنسيات اخرى؟ عندي كان
لا عندي المهندسين توانسه لي تكنيسيان سوبيريور توانسه الشيف شونتي توانسه عمل اليد العامله كل افريقيا. معناتها هوني المهندسين لي تكنيسيان لي تكنيسيان سوبيريور لي شيف شونتي كلهم توانسه. كلهم متوافقين. وفي اي ظروف تخدموا الغديك تو؟ والله الظروف طيبه اكثر من تصور ذلك. باهي تشجع اليوم التوانسه باش يلتحقوا معناها ب كيفاش ينجموا يلتحقوا؟ والله شوف هي ديجا لافريك ما فيهاش فيزا. اللي يحب حتى يجرب مو شهر يجرب شهر. اللي ما عنده اللي يلقى مشكل يجرب شهر يجي يجرب شهر. موجوده الخدمه. به شي كملوا اللي حاب ينزلتي واللي حاب يخدم واللي حاب كل موجوده. احنا هوني فما نقطة أخرى حبيت نطرحها اللي هو التمثيلية متاع بلادنا من التمثيلية الدبلوماسية. الأكيد وأنه فما محاولة كبيرة فما ناس قاعدة تخدم ولكن يظهر لي على ما يبدو ما عندناش تمثيلية اللي تكفي اللي تنجم تحل برشا بيبان البرشا مؤسسات وبرشا يدعم لتونس. صحيح صحيح معناها معناش المغرب. شوف انت المغرب اكزامبل عامله من تروى في كل منطقه عامله بيرو تحل مشاكل من لي بروجي الكبار. اكبر بروجيات المغاربه اكبر بروجيات اتراك لبنانيين في تونس معناش الناس اللي تعاون معناش الدوله اللي تعاون اللي يجي يخدم وحده اللي يجي يخدم وحده وبيان فما زاد هذول سهلت لكم شويه بعض الشركات اللي هي سبقتكم شركات كبيره كيما سوروبات ولا غيره اللي هم موجودين وانستالي الغديك يظهر لي اي يظهر لي سهلت لكم برشا الماموريه هذه. اشي اكيد سي محمد علي اكيد سهلنا برشا انا ثنيه وعملنا سمعه طيبه اللي خلات بنا تونس ياخذوا طريق بايك. في الختام سيدي نخلي لك كلمة الختام إذا عندك حاجة تحب تقولها إذا عندك زادة تحب تسلم على العائلة في تونس مرحبا تفضل. أي أخوي إن شاء الله ربي يحمي تونس إن شاء الله ربي يحمي كل تونس. أمين يا رب العالمين. هذا شكرا أمين يا سيدي ربي فضل أخوي يا سيدي يا ربي فضلك نسلم برشا زاده يعيشك امين ربي فضلك يعيشك نسلم برشا زاده على كل الفريق اللي معاك ونسلم على التوانسه الكل اللي موجودين في الكوت ديفوار. دونك اخترنا وانه في كل مره نعملوا بورتري صغير الى واحده من الشركات التونسيه اللي انستالي موجوده قاعده تخدم وقاعده تحاول تخلق الثروه بعيدا على المشاكل اللي قاعده عايشينها اليوم او عنا اولادنا عنا الكفاءات بتاعنا. مش فقط وانه مش صحيح حكايه انه التوانسه ما يعرفوش لا التوانسه يعرفوا التوانسه ينجموا يبنيوا فقط اعطيهم حقهم واعطيهم زاد الارضيه اللي نجموا يخبوا فيها. نقصوا من العقد البيروقراطيه اللي قاعده موجوده لانه هذا اللي قاعد يخنق اليوم في الاقتصاد الوطني. اي شركه باش تمشي تحلها في 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 قلب افريقيا جنوب الصحراء سهلة برش لا عندهم مشكله نتاع اوراق لا برا امشي ويجا غدوه بالعكس ايجا اخدم على روحك تحلوا ثنيه تحلوا البيبان. اليوم بلادنا مستحقه وانه الناس الكل تقف ويكون عندها سوف لواحد اخر ان شاء الله ربي يستر بلادنا. شكرا مره اخرى سي سالم الكلاعي صاحب شركه انتربريز فلويد كان معنا مباشره من الكوت ديفوار.